لاي. ليش سكرتوا الطبون؟ شو في جواته؟ ما في شيء، بس حاطين كلب جوا طبون السيارة من هدول يلي بيجوا من سيبيريا. يمكن هذا اللي بيجي عين زرقاء وعين بنية ولونه أبيض، عرفته مو هيك؟ انت شو عم تحكي يا ابني؟ ليش سكرت الطبون؟ لك في كلب بطبون السيارة موسخ. ايه سيدي، هو موسخ كل شيء جوا، ما بدي تطلع الريحة بوشنا هلا، عيب من شاننا يعني. شفار. ما حلوة. تعال افتح الطبون. مو نصيحة تفتحه، الريحة قوية. ايه اكيد خالفوه هالصبي، حمار والله حمار. لك قلت له لا يأسرع ابدا. شو عم يصير؟ اللي عم اشوفه خير. شو صاير هون؟ وين المفتاح؟ شوفي، قلت لك ما رح تلاقيه. ليش وقفت يا ابني؟ نحن قلنا لك وقف. تعطلت السيارة يعني، قل لي شو اعمل؟ رح دور مرة ثانية، لا تاكل هم. بطل، شو هذا اللي عم تحكي عنه؟ يلا حركها. عامل لك معطلة انت، يعني شو عم تسوي؟ شغل اعمل لك. إذا ضلينا هون رح ياخذونا على السجن، ما فيني ضلني بعيد عنك. لا علاء، علاء علاء سيدي هربوا. وقف شوي علاء، ما بيصير هيك. يلا وراهم. قلت لهم معطلة. يلا بعد شو اعمل انا؟ يلا. ما فيني حركها بسرعة. لك انت جنيت سيارة خربانة، ما رح اقدر شغلها، ما بتمشي معي. هروب من نقطة التفتيش، هروب من نقطة التفتيش. علاء الأهبل، ليش هي؟ خلوا كل الوحدات جاهزة. لك آخ منك، معقولة بتهرب من الشرطة هيك بتعمل؟ شو هالغبي؟ شو رح نعمل هلأ؟ ما بعرف، رح نزلت السيارة بشي محل ونتخبى. برافو، خطتك كتير حلوة. شو رأيك منخبيها تحت التخت؟ بس اسكتي يا ألين، اسكتي. شو اسكتي انت جنيت؟ وين بدنا نخبي السيارة يعني؟ مفكر الشرطة رح تتركنا نروح بحالنا؟ لو تخبينا رح يمسكونا. كان لازم نساوي يعني. عندك اقتراح أحسن؟ لا تخافي، هنن ما بيعرفوا أسماءنا. الحكي اللي عم تقوله حكي مجانين علاء، كنا قلنا لهم انه ما لنا علاقة بالموضوع وخلصنا. وهنن كانوا رح يستوعبوا برأيك؟ على أساس هلأ رح يفهمونا منيح ورح يصدقوا كل شي بنحكيه مو هيك؟ لك ألين اسكتي، من شان الله عم قلك انه رح نلاقي حل لهي القصة. كارل، شابوا صبية بسيارة بيضة، نحن عم نلاحقها. ردي يلا، ردي ردي. الو فراشة؟ لك انتو شو عم تعملوا، مجانين يعني؟ لك فراشة، في شب بطبون السيارة. شو؟ مين؟ شو بيعرفني؟ في واحد مربوطين ايديه ورجليه، شو كان لازم نعمل مثلا؟ يا ربي والله قلتلكن ما بدي فوت بهالشغلة، خربتوا حياتنا كلها هلا، كيف بدنا نخلص من هالبهدلة؟ كيف بدنا نعرف شو وصلوا لهذا الشب؟ اوف، خلص فراشة خلص. قليلي شو عم يقلك فراشة؟ لا تعيط علي فهمان. لك كنتوا خبرتوا الشرطة فراشة؟ شو بدنا نعمل هلا؟ وين رح نتخبى؟ دلني على مكان. تخبى بجهنم علاء يعني؟ وين انا بدي اعرف مكان تتخبى فيه؟ لك اصلا انت ليش حتى تهرب من الشرطة؟ انت شفت شي حدا بحياتك كلها بيعمل هيك عملي؟ لا تعيط علي يا اخي، لا تعيط وقولي وين بدي اتخبى هلا، خليني اخبي هالسيارة واخلص منها. تخبى وين ما بدك، انا ما لي علاء بنوب. ليك علاء، في مكان قديم كان لابوه للريس عدي فاضي، ما في حدا، تخبى عنده. وين صار هالمكان؟ تمام تمام، انا بعرفه. ايه ألين بتعرفه، روحوا وتخبى هنيك بسرعه هلا. تمام، بس من وين بدي اروح لهنيك وكيف؟ لك خلص بعرفه، انا بدلك. تمام، معناها خدينا لمحل ما عم يحكي. الله لا يعطيكم العافيه، لك خربتوا حياتنا والله خربتوها. اذا رحت على البحر رح ترجعوني عطشان. الشرطة علاء، الشرطة الشرطة. لا تخافي ما رح يمسكونا. ما رح يختنق الشاب اللي ورا، ما هيك؟ قالين حاجة تخبيص. أنا اللي عم خبص في زلمة بالطبون رح يختنق؟ لك في أبشع من هيك موقف علاء؟ بدي بوسك. لك انا رح تجيني الجلطه من وراك وانت عم تقول هلا بدي بوسك؟ بالعكس، روحي بتحكي القصه لاحفادك، قصه العشاء الهربانين. والله نحن مثل بوني وكلايد. لا نحن مثل لورين هاردي. يا الله، هذا اسوا شيء بيصير معي لحد هلا.
يلا 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 يا الله منك يا علاء. جميع مشاعرنا اختفت إلى الأبد، وما كان بيننا من حب واحترام انتهى ووصلنا إلى نقطة العدم. وجود الأطفال معنا هو السبب الوحيد لبقائنا معا. الحياة المشتركة أصبحت لا تطاق. لا يمكنني أن أرى طريقا آخر لاستمرار حياتنا الزوجية. شو هاد أريج؟ ها؟ شو عم تعملي؟ هاتي لشوف. أعطيني إياه. ما حأسمح لك تعملي أي شيء من هاد. شو مفكر حالك عم تعمل؟ ما رح خليكي تتركيني. أنت شو عم تقول؟ لك أنا قدمت لكم 20 سنة من عمري، عشتوا حياتكم بعرق جبيني. شو خليتنا نعيش؟ آه؟ يلا جاوبني. اسمعي، إذا طلعتي ورحتي من هذا البيت وهالورق معك رح خليكي تندمي كتير، مفهوم؟ أنا من الأساس ندمانة على كل عمري. طلعي فيني، طلعي فيني! ليش عم تحكي معي بهي الطريقة؟ لك أنا شو عملت لك؟ فاهميني؟ تركني عم توجعني. لك ما قضينا أيام حلوة سوا؟ يا أسفي عليكي. لك أنا بعدني زوجك. مانك زوجي ولا شي، أنت ولا شي بالنسبة لإلي. ليكي وليه؟ ولو بدي أتسمى مجرم بحرق هذا البيت وبحرقك معه، فهمتي؟ الأولاد رح يجوا هلا. ايو يجو يجو مشان تحكي لهم لوين امه رايحه وهي عم تركض. لك انت ما ضل عندك اخلاق؟ على القليل ليكون في احترام للذكريات. يلا روح. احترام للذكريات مو هيك؟ بتعرفي مين اللي معه دكتوراه بالذكريات؟ قليل الشرف حبيبك القديم رايح لعنده مشان يعلمني. لو انك زلمه كنت خجلت، كنت خجلت. اذا بتفكري تطلعي من هذا الباب هلا ما عاد ترجعي، فرح احكي كيف خبيتي ابنه لهداك الزلمه عن الدنيا كلها. الله يلعنك يا حقير. طلعي فيني يا ريش، طلعي فيني وحطي عقلك براسك. انت اكيد مانك نسياني وبتعرفي منيح مين انا بكون وشو بقدر اعمل، صح؟ بعد عني. روح انقلع من البيت، انقلع. ما بدي لاقيك هون بس ارجع. ما عم بترد، يمكن صامت. لازم لحق المدعي العام المناوب قبل ما يروح من النقابة، ضروري كتير شوفه. مثل ما قلت لك رح كون بالمحكمة، انتو بس جيبوا العريضة وانا رح اقدمها باسمكن. بظن في مشكلة لانه هي ما بتعمل هيك بالعادة. تمام، نحكي لكن. Thank you.
افوت من هنيك على اليمين. شوفي لي اذا في حدا لحقنا بسرعه. ما في حدا، يلا روح. تمام. من هون؟ انت كمان عم تدق لي؟ والله لنموت من وراك يا علاء والله. طيب انا شو ذنبي يا الله؟ لك شو فيني اعمل اكثر من هيك يعني؟ ما بقدر رد. اخ منك علاء، اخ منك يا ربي، منك يا ربي منك. ما عم يرد. اللي كم ساعة مرقت؟ شو في؟ رح نعرف الا ما نعرف. افتحوا لي الباب، طلعوني من هون، ما فيك تحبسني هون، طلعني. مزهرية مو؟ ايه مزهرية. ليك انا بلشت تعصب، واذا عصبت مصيبة. هذا الحكي ما بيصير ابدا يا جنكيز. بعتذر اخي. لا تعتذر، هالشي ما بيفيد. يعني معقولة هيك تصرف؟ عم تعمل هاي المزهرية بغرفة البنت؟ بركي دبحت حالها. يعني متوقع رح خليكن عايشين ساعتها؟ أمين طلعني من هون، انت ما فيك تخليني هون، ما رح سامحك إذا بيصير له شي. طلعني من هون، طلعني من هون عم قلك، ما فيك تخليني هون عم قلك، طلعني أمين. مو معقول شو تقيل. هالمكان ريحته بشعة. هذا هو المكان؟ ايه هاد عنده ايام من ابوه وما حدا بيجي لهون. هداك فراشي. ايه وصي. أوه. وينه هداك الزلمة؟ وينه؟ لك كيف بتشتغل هيك شغل؟ يوسف خلانا نخطف الزلمة. أنا قلت لك ما بدي فوت بهالقصة، وما فينا نوثق بيوسف، ما كنت تسمع. أنت إمتى قلت؟ وأنا كيف بدي أعرف بأنه الزلمة خاطف حدا؟ ولك أنا قلت لك خلينا ما نفوت بهالموضوع لأنه أنا مهم، المهم إنه يوسف خاطف حدا ومخبيه بالطبون. الزلمة بيكون اختنق بالطبون وأنتوا قاعدين عم تلوموا بعض، معقول؟ افتح لك افتح. ما عاد طالع أي صوت، أكيد بيكون مات. أوه مين هاد؟ ليكون فاقد وعيه. لسه عايش؟ والله ما بعرف كيف ضل عايش. ليك وشه متورم وأنفه وتمه مليانين دم. شو صار؟ شو عاملين فيه؟ ضلهم يضربوه لغمي. خلينا نطالعه، يلا شيل معي. رح فك الربطة، شيلها من عن تمه. يلا حميل مسكته. يلا اسحب. ليش تقيل هيك؟ اسنده اسنده حميل. يلا يلا اتركه. قالين جيبي مي من هنيك بسرعة. يلا روحي بسرعة. يلا أخي فيق. يلا فيق فيق. أوي. لا هي. لك من انتو يا كلاب؟ لك من انتو يا كلاب؟ زدت من ايدك.
ما راح تمدوا ايديكم علي واللي بده يصير يصير. مين راح يضربك يا اخي؟ انت غبي شي؟ لك نحن اللي انقذناك وعم تعمل هيك فينا؟ زتي القنينه زتي اعمل لك. اذا بتحكي معها هيك بقطع لك لسانك. ها افتح الباب بدي اطلع. ليك اخي ما بعرف شو اللي عم يصير بينك وبين يوسف، نحن مالنا من رجاله. ها معناها مين انتو؟ احكوا. احنا اجينا مشان ناخذ السياره وبس. لك ابني السياره الي، انت ليش بدك تاخدها؟ واضح انه دوروا على حدا سجله نظيف. نحن شو بده يعرفنا انه في حدا بالطبون؟ يعني هي السياره لالك؟ روحوا شوفوا الرخصه. اش لا تتحرك من محلك. ليك اخي لا دخلنا ولا بدنا نتدخل بمشكلتك انت ويوسف. حاجه تكذب لسه بيقول لي حاجه تكذب؟ اذا ما سكت وضل عم يقول لي كذاب فانا اكيد رح اقتله. ها يوسف هو اللي حطك هون؟ اعطيني مفاتيح السياره. نحن وين هلا؟ الو عم اقول لك نحن وين. خلص اخراس بودروم. طلع لكم شي فايده؟ ليك اسمعني منيح، ولا السياره لإلك مو هيك؟ بس الشرطه عم تلحق اللي كانوا بهالسياره. بتعرف مين؟ ها نحن. فهمت؟ يعني الشرطه عم تلحقنا. بتعرف شو رح نعمل هلا؟ رح نروح على المخفر. بتقول انه صار سوء تفاهم مو اكثر، رح تقدم شكوى عمين حطك بهالموقف وانت بطريق ونحن بطريق. ايه قول انه نحن مالنا علاقه بالقصه. ليك بالاخير نحن اللي انقذناك من ايدين يوسف من دون ما نعرف، وانت عليك تنقذنا من هالموضوع وهيك منتعادل. شو عملتوا بالشنتاية؟ ها مصيبه جديده. شنتاية شو هي؟ شنتاية شو؟ هلا لا تعملوا حالكم ما بتعرفوا شيء. لا ما بنعرف عن اي شنطه عم تحكي. بطبون السياره جيبيه. بلشت تعصبني وتلعب باعصابي ولا؟ كل هالمصاري؟ منيح كتير ما قربتوا على المصاري. أريج وين كنتي وليش ما رديتي على موبايلك؟ المحامية وين المحامية؟ شو صار؟ ما في شي. شو صار احكيلي؟ قلت لك ما في شيء. سمير مو؟ شو هاد؟ هو عمل لك هيك؟ وينه هالكلب؟ وينه؟ اهدى فادي روق، ما في تروق. انا رح كسر راسه. لا ما رح. انا بورجي لهالكلب هاد. عم لك وقف اسمعني. اقعد هون، خلينا نحكي شوي. يلا لشوفه اقعد. خلينا نحكي يلا. عمل مثل ما عم قلك. أصلاً ماني قدرانة هدي حالي. يلا قعد خلينا نحكي. طلع فيني. أنت عم تسمعني فادي؟ طلع بعيوني. تمام. لا تحطني موقف صعب. أنت ما إلك علاقة بهي القصة. ليك فادي مجرد انك عم تتنفس بهالشي سند لإلي. فكر للحظة بس، بتمنى اني حط راسي على كتفك بس ما فيني اعمل هيك. انا هلأ معي حق باللي عم اعمله. لا تخلي الحق يقلب علي ووطي راسي لو سمحت. شو نعمل؟ يعني ضل هيك أنا؟ إيه خليك هيك فادي، بكفيني إنك تضل جنبي.
أمي؟ أنت هون أمي؟ روز، هذا أنا بنتي. شو عم تعمل هون؟ قلي شو صار؟ تخانقنا أنا وأمك. شو براسك؟ هالشي بسبب أمي؟ ما في شي بنتي. ما حدا بيعرف لسه شو عامل فينا. بابا معلش تطلع برا البيت. ممكن تطلع لبرا؟ ماشي بنتي. طيب قلي مين انت؟ شو قصة السيارة وهالمصاري كلها هي؟ مين ما كنت تكون؟ رح اطلع بالسيارة وروح. احكي مثل الخلق ولا؟ والله بضربك لتغمى وبعدين باخدك وبسلمك ليوسف. امشي نروح على المغفر وعطي إفادتك لننفذ من هي القصة. لا ما رح روح، أكيد عم يلحقوني. ليش لا تلحقك الشرطة يا زلمة؟ مو أنت مظلوم؟ أكيد أبي قدم شكوى عليه. لازم نفكر بحل تاني لهالقصة. بفهم منك إنه أبوك بده يخلص منك، بس شو دخل أبوك بكل هالسيرة؟ لك أنا سرقت المصاري من أبي. هو شو عم تحكي أنت هلا؟ حدا بيسرق من أبوه؟ مين؟ مين؟ شو اسمه؟ رايح أحكي وأرجع. ألو فراش. يا روحي صوتك مو واضح. أكيد ما في تغطية. أنت منيحة؟ مو منيحة. إجا أبي على البيت وتخانق هو وأمي خناقة كبيرة، خناقة كتير كبيرة. كيف يعني؟ هو عندك هلأ؟ لا راح. وينك؟ أنا محتاجة أشوفك. في بإيدي كم شغلة بخلصه وبجي. يعني رح تطول؟ إذا ما انحلت بتطول 5 سنين بأحسن الأحوال. ما فهمت شو قصدك. لا لا أنت لا تاكلي هم، رح خلص بسرعة وإجي لعندك وشوفك. ماشي تمام. سلام حبيبتي. تمام. مين؟ شش. مصر تعرف؟ أختك روز هاي. شو بدها؟ إجا أبوك على البيت وقالت لي إنه تخانق مع أمك، بس ما في شي لا تخاف هلأ راح. أوبا. ليش دقت لك وما دقت لي؟ يمكن دقت لك وما في تغطية. والله جد غريبة. على كل حال نرجع لموضوعنا هلأ. ليش هربان من أبوك وسارق مصرياته؟ وشو مشكلتك مع يوسف؟ وشو حكايتك يا أخي مع السيارات الغالية؟ يعني فهمنا شو القصة. أنا حبيت بنت مثلنا كلنا. يعني قصدي إنه كل الناس بتحب، ما هيك؟ لك أنت ليش عم تقاطع حديثه؟ خليه يكفي. يلا أحكي.
البنت يلي حبيتها طلع أبوها حدا مو منيح ومنع البنت من إنه تشوفني. مين بتكون هاي البنت يعني؟ البنت اللي خطفني. كيف؟ قصدك بنته ليوسف؟ نسرين؟ أنت بتعرفها لنسرين؟ صحيح فراشة، نسرين كانت معنا بالابتدائي ما؟ نسرين ما غيرها. هديك البنت ما أنا من مستواها. اسكت وحاجة قاطع، خليه كملنا القصة. يلا كمل. أنا ونسرين تعرفنا على بعض هون بالصيف وبعدين ما في حل تاني غير هذا. رايح على أزمير لدبر مصاري. روحي على ششمي بدون ما يعرف أبوكي، وبعدين من هنيك على جزيرة خيوس. منروح؟ ما بدي أرجع على هداك البيت. أكيد ما في رجعة، بقيان شوي ومنخلص بوعدك، بقيان شوي. وهي صدقتها؟ صدقت شكلك هاد؟ لك أنت شو مشكلتك معي؟ بدك أضربك مرة تانية؟ اهدوا شوي، نحن مو ناقصينكم هلأ. فراشي اهدى ولا تنفعل، تمام؟ ليك شو شايف حاله؟ يلا كمل كمل. أبوه لنسرين مسكنا ونحن عم نهرب، وأخذ له موبايله وأكيد دور فيه وعرف وين رح نلتقي، ولما رحت على هداك المكان هجموني. اللي أنت مين بتكون لحتى تخطف بنته للأخ يوسف ولا؟ سهيل، الأخ يوسف قال إنه رح يهتم بكل شيء لحاله، في حدا جاي، قالوا اربطوه وحطوه بطبون السيارة وسلموه. رح يذبحك الأخ يوسف يا حشرة، رح يذبحك. رح أمسكك شي يوم بشي مكان ولا رح نشوف وقت مين رح يذبح التاني. ايه وشو بدنا نعمل هلا؟ شو رح نعمل؟ حرامي ومدري شو وعم يحكي قصة سخيفة، حب ومشاعر مشلخة، أنا ما فيني انزع علاقتي بأخي يوسف. لا تسميها الوسخة أخو. لا ليكو مين صار زلمة هلا؟ اف شبكون أنتو اتنين مثل الديوك على بعض، فوق ما الدنيا كلها عم تلحقنا؟ وقفوا هالخناق بقى وعلاق، قلي شو لازم نعمل؟ أنتو ما دخلكن، أنا رح روح وآخذ نسرين وبعدين منهرب مع بعضنا. برأيي لا تحبس حالك بجزيرة كوس، وفي سانتوريني وميكونوس جنبها تفتل فيهم. لك أنت مجنون شي ولا؟ أخي واقف شوي، واقف اسمعني بس. يوسف عم يلحقنا والشرطة عم تلحقنا، شو رح نعمل إذا تركناك؟ يعني طلعناك من طبون السيارة وفكينا لك الحبل، فلازم تساعدنا شوي. إيه خلينا ناخده ونروح لعند أخي فادي ونخبره ونشوف شو بينصحنا. مستحيل، أخي بيقتلنا، وكمان أخي ما بيحبوا ليوسف. حلال عليه، مين ما كان هذا فادي فهو بيفهم. حكي مثل الخلق ولا؟ هذا أخي وقول اسمه منيح. غريب، مبين أنه أخوك زلمة، أنت ليش ما بتشبهه؟ بس أنت وياه، مستحيل نحكي لأخي فادي، ما لازم نخلي أي حدا يعرف بهالسيرة لو شو ما صار. المهم خلينا نغطي السيارة، يلا تعال امشي. يلا يلا لوين؟ لازم نبعد عن هي السيارة ومنفكر شو بدنا نعمل بالنسبة للباقي بعدين. ما رح أهرب مرة تانية، ما رح أقدر، أنا رح أخطف نسرين وما رح أتركها. رح أنقذكم من هالشي، بس ما رح أروح الشرطة. لازم نتشكر يلي ربطوا لهالأحمر، لأنه عن جد مبين إنه ما بيفهم. في مجال خلص كلامي؟ أنا ماني رايح لعند الشرطة لأنه هن جايين لهون وأنتوا رح تروحوا. شوفوا هالثقة بالنفس، وكيف رح يصير هالشي؟ رح أحرق السيارة. شو؟ أنت منيحة؟ هاي أول مرة بيجي لهون من وقت الجنازة. عم يضيق نفسي كتير. لا تخافي، أبوكي مشتاق لك. يلا امشي.
رح يتفهمني مو هيك؟ لأني عم زوره والخاتم مو بإيدي. هنن شايفيننا يا أريج، معقول ما يعرفوا ليش لجأنا لعنده؟ هنن كمان جربوا، بس إذا عرفوا كل شي صار معنا فمتأكد إنهم رح يسامحونا. يلا روحي. يلا احكوا من قبل بنته، انا امبارح قعدت وحكيت معه. بابا حبيبي، هاي اجيت زورك. انا اشتقت لك كتير. اكيد زعلان مني لاني ما زرتك. بترجاك لا تزعل، انا غلطت بحياتي وعم ادفع تمن غلطتي. انت بتعرفني، وقت اخجل كنت انزل تحت الطاولة وما اطلع، وما بقدر اطلع قدامك من كتر الخجل. بعرف انك ما ربيتني هيك، بعرف اني غلطت، أنا وقعت بالحب بابا. إيه وقعت بالحب وتعذبت كتير، كنت مجبورة أني روح ورحت. تزوجت مشان ما زعلك ووطي راسك. والله مو خوف أنك تعصب علي أو تبهدلني. لا تفكر إني ما كنت أترحم عليك، أنا كل يوم كنت أدعي لك، كل يوم. ليك شلحته للخاتم اللي كان بإيدي، ما كان بدك أتزوجه، مشان هيك انت رحت وانت زعلان وطلع الحق معك. الحق معك، بس انا كمان كان معي حق، كان معي حق. بترجاك سامحني بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي، أنت بتحب المصاري مو؟ بعد شوي رح كب بنزين على السيارة ورح أحرقها. هيك هيك أنا ما عاد بحاجتها باليونان. إيه، وقبل ما أروح بدي خسرك كمية ألف. رح خلي قلبك يحترق ورح أهرب. شوفي هالمغرور، لو كنت أبوه كنت ضربته صبح ومسا ومسحت الأراضي فيه. بس شكله رح يحرق السيارة عن جد. رح يوصلك موقع مع هذا الفيديو. إذا ما بعتت هالموقع للشرطة بعد ربع ساعة، وإذا ما عملت مثل ما عم قلك،
وإذا ما خليت الشباب يلي هون ينفذوا مثل ما وعدتهم رح أحرق السيارة. وبما أني أخذت منك هالمليون نفذ سيارتك على الأقل. ليكي شو عم يعمل؟ يلا بشوفك بعد ربع ساعة. خود برأيك هالخطة رح تنجح؟ أكيد ما رح تعرف أبي أكتر مني. طيب بما أنه أبوك قوي لهي الدرجة ليش ما بتحكي له عن يوسف؟ ما بقدر فوته بهالقصة، وقتها بخسر نسرين. لسه بيرجع بيقول نسرين؟ وانت شو يلي مضايقك بالله؟ شو؟ شو؟ شو قالين شبه؟ كان فراش يحب نسرين كتير بالابتدائي. شو؟ لا لا هالحكي مو صح. لا انت بدك تكسير راس لك بالابتدائي يا زلمة. ما بهم إذا بالابتدائي ولا بغيره. شوفوا هالأجدب شوفوا. تعال ربيك من جديد تعال. لك لا تخلوني اندم لأني حكيت. هلأ بدنا نلتهي بالحب والعذاب تبعكم، خلونا بموضوعنا عم نحكي عن شيء أهم. هلأ هذا واحد محتال. 14 دقيقة ومنشوف مين المحتال. ايه منشوف. ايه يلا قومي. لوين؟ على المحكمة، المحامية عم تستنى هنيك. لا بروح لحالي لعندها. مستحيل، منروح سوا. يلا قومي. بس روحتك معي مو ظابطة فادي. هيك رأيك؟ ايه. وبركي إجا؟ ما رح يصير شي، لا تاكل هم، والأحسن ما يشوفك. يي أهلين حبيبتي. أنا رايحة معك على المحكمة. شفت مين رح يهتم فيني؟ حورية البحر تبعي. يا روحي أنتي. تعي نروح. يلا سلام فادي. وينه لهلا؟ ها؟ طلع حكي وصح واجوا. ايه اجوا، بس كيف بدهم يرجعوا؟ برايي لازم نفكر بهالشيء. انت شو قصدك؟ يعني معنا ولا بدوننا؟ 13 دقيقة و27 ثانية، شفتوا شو صار فيه لما سمع انه سيارته بخطر؟ عن جد؟ مين منكم فراس كوزانجي؟ كوزانجي؟ عم تمزح من عائلة كوزانجي؟ مو معقول، لو سارق 10 مليون من أبوك ما رح يأثر. خود راهلي فادي. المحامي تبع أبي هيك قال؟ ايه وقع. ونحن؟ ما حدا شافكن، روحوا بطريقكن. عن جد أخي؟ أنت بأي قسم بتشتغل؟ طيب أعطينا كرت لنتواصل سوا. أنا ما بشتغل شي حبيبي، أنا بضل قاعد بالبيت. تمام أخي، فهمت عليك. شو؟ أنا ما فهمت. اسكتي هلأ ولا تتدخلي. يسلموا. وأنت يسلموا. في شي عم يقلي إنه رح نرجع نلتقي. إن شاء الله خير. مع السلامة. السيارة رح تضل معنا، رح ناخدها لعند أبوك. تمام، بس رح توصلوني على المكان يلي قلت عنه. رح أرجع أشوفك بعدين. سلام. إيه شو رح نعمل هلأ؟ بالأول لازم نصلي صلاة شكر. في جامع كتير حلو قريب على مكانه ليوسف، منصلي هنيك وبعدين منمرق على يوسف. أو ما في داعي، هو بيجيبنا. أنا ما عم أقدر أفهم أي شيء. مين الضحية هون؟ وما قدرنا ندبر مصاري. منحكي ليوسف القصة. يلا. أوف على هالحظ. Thank you.
أمي أنت عملتي كل يلي عليكي ولسنين، مو بس اليوم ومو بس مباري. بترجاك لا تزعلي حالك أكتر، تمام؟ بعرف بنتي، بعرف، بس أحياناً لما تواجهي الحياة تتراجعي وبتفكري أكتر. أبوكي ما رح يترك الموضوع يمرق على خير، خايفة إنه يزعجنا أكتر من هيك. ما في يعمل هيك شي، نحن جنبك. بعدين نحن البنات لازم نوقف سوا ضد الرجال الخاين. يا روح قلبي أنتي. أمي؟ على أساس مو جاي لهون، ها؟ قلتي إنه المحامية رح تمشي بكل الوراق. إيه، المحامية عندها شغل بالمحكمة، جبتها لهون مشان نقدمها بسرعة. طيب أنا كنت بوديها. يلا المهم مشي الحال. مين البطلة هي؟ مين هي البطلة؟ شايف جيتي مع أمك. تسلموا لي ما أغلاكم. كيفك بنتي؟ تمام، منيحة الحمد لله، موفقة خالته. تسلمي. لوين نروح هلا؟ منروح لأي مكان، بس المهم ما نضل هون. تمام، شو رأيكم نروح ناكل؟ لك فراشة ليش ما نزل؟ فراشة ما نزل من السيارة مشان نحكي براحتنا. روز؟ روحي مع فراشة خليه يوصلك على البيت. لا أمي، بدي ضل معك. اسمعي الكلمة وروحي. كلام أمي مزبوط روز، يلا روحي. ليش عم بتقلعوني؟ يا هبلة، هي مو تقليعة، يلا روحي. وأنا كمان بجي معك. أنتي خليكي، يلا بنتي. دير بالك عليها. خلص بقلبي. شو هاد أمي؟ يمكن نمت عليها وماني حاسة، مشان هيك زرقت. لا تاكلها، يلا بنتي. خدني فراشة حبيبتي. كل شي رح يكون منيح بوعدك. وكيف كل شي حيكون منيح؟ نحن صرنا ناقصين بالبيت. بكفي، لا تقهري حالك. انت قلتي انه هي عملت كل يلي عليها بكل هالسنين، وهذا المهم. بالاخير ما بتعرفي، يمكن تكونوا مبسوطين هيك. بس يا فراش، الخيانة على المرأة اصعب من ما بتتخيل. امي هلا رح تضل تتساءل دايما شو اللي قدمته اروى وانا ما قدرت اقدم له اياه. ما قدمت له شي زيادة، يعني بقول ما بدي احكي لانه بيضل ابوكي. روز، انت ليش عم بتعصب علي؟ يعني معقول عصب عليكي؟ اساسا شو ما عملتي ما بقدر زعلك. انا بدي نام. بدك اخدك على البيت؟ لا فراشة، انا بدي نام جنبك. جنبي؟ تمام، معناها يلا. شكرا لك. قلوا لي شو صار معكم، حليتوا الشغلة بإزمير؟ إزمير؟ مو كان عندكم شغل؟ هيك سمعت. إيه إزمير، 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 تمام طبعاً. أمي عم تقول إزمير يا ألين. إيه نحن حلينا المشكلة. قدرتي تاخدي كل أغراضك من السكن؟ إيه أخدناهم من السكن. ما قدرنا ناخدهم. أخذناهن وتركناهن هنيك. يعني المهم هلأ إنه ما في مشكلة. ألين بتحلى يا أمي، هي مثل الوحش. على فكرة أنت الوحش. يعني قصدي بالوحش إنه شي منيح مو شي بيخوف، فهمتي ألين؟
علاء أنا فرطت من الجوع ابني، نجيب سميت ولا شي تاني؟ نجيب سميت؟ خليني جيب لكم شي سندويشة، أكيد هون عندهم كل شي. شو بيعرفني اشتهيت السميت؟ ايه طيبة السميت، في منا هون يا ترى؟ طيب مثل ما بتكون منجيب سميت، تكرموا. أنا رايح دور وجيب بسرعة وإجي. تمام، جيب لكم شي تشربوه؟ لا ابني، عم نشرب شاي هلا. أنتي منيحة خالة أريج؟ مبين أني مو منيحة؟ لا أنا مو هيك قصدي. قولي لي من إمتى وأنتي حاملة هالسر بقلبك حبيبتي إلي؟ ليكي بنتي، أنا بعرف كل شي وعندي علم بكل اللي صار. أنا مو زعلانة منك أبداً يا روحي، فهمانة تصرفك، يعني مو أي حدا إذا شاف شي مو منيح بيقدر يقوله. يعني مانك معصبة مني؟ وليش لعصب منك حبيبة قلبي؟ في كتير مرات كنت بدي إجي وأحكي لك بس ما قدرت. منيح أنك ما قلتي لي. ليش؟ لأني لو عرفت بخيانة سمير من شي حدا ما كنت رح سامح حالي. بزعل لأني ما حسيت بشي، وخاصة أنه كل شي قدام عيوني، كيف ما قدرت أفهم؟ شو بيعرفني؟ على كل حال هلأ بحس حالي غبية بس مو كتير بالعموم. أستغفر الله. مبلا مبلا غبية. كل ما يرن تليفوني برتعب، بفكر إنه سمير اللي عم يدق. ألو فادي؟ لك شو صار معك؟ خفت عليكي، بالي عندك. أنا منيحة لا تخاف. قدمتي الطلب؟ قدمته. ليلي الحقير إجل عندك؟ لا كل شي منيح، ما في داعي تاكلها. أصلاً أخدوني ألين وعلاء مشوار وهلأ قاعدين عم نشرب شاي على الشط. شو عملت مشان المساء؟ كل شي صار عندي وكله تمام جاهز. منيح، وأنا كمان سويت كم شغلة بالبيت، رح جيبهم على الفندق. لا تعذبي حالك. لا لك عذاب شو؟ خلص أنت أدرى. طيب مع السلامة. ليك فادي، كتير بيعني لي إنك اتصلت. ضل بخير. انتوا بتوقعوا بالحب شي؟ ها؟ ولا لا؟ لو كنتوا هيك كانوا سموكن سمحب مو سمك. بعد كل هالعمر ولسه القلب بيعمل فيني هيك. برأيي الحب تبعهم أحلى بكتير. شو؟ عم بحكي عن حب السمك، كتير حلو، كل يوم بيحبوا من جديد لأنه بينسوا، لأنه ما عندهم ذاكرة. إيه ببساطة كل يوم هو أول يوم. إيه؟ أنا شو قلت لك يا ابني؟ مو قلت لك ممنوع تجي على المطعم؟ جعت ومليت كمان. وينهم الأولاد؟ وين متخبيين أعدائي؟ شت لا ترد جواب، مو قلت لك بطل هالعادة؟ امشي لشوف، امشي. خليني ساعدك. امشي يلا. تمام، معناتها أنا رح روح على البيت. شت امشي لشوف يلا. ديك. امشي ولا تلعي قلبي يلا. امشي مو كأنه. خلصني. امشي مو كأنه يلا. لسه بكير. روح. يلي بيشوفهم بيفكرون انه اصحاب فندق كبير. شو هالناس هي؟ ما بيكفي فندقهم، ما بيسع غير كم زبون، وكبران راسهم ومسدين حالهم كمان. شو هالناس؟ ما لي فهمان على شو شوفت الحال. وهي جبت لكم سميت. أوه. معقول خليكم جوعانين واتفرج عليكم؟ هي لك ألين، وهي التانية لأمي الغالية. أوه. جبت لك اياها مثل ما بتحبيها بالضبط. يسلم هالإيدين. وهي الشوكولا لألك يا صغيرة. آه ورجيني إياها شوي، خليني شوفها. هي أحسن من مضاد الاكتئاب بس بتعمل زيادة بالوزن. عن جد طيبة. مم.
علاء حبيبي المسا لا تروحوا على مكان، بكره راس السنه وبدنا نزين المطعم، وخبروا روز كمان. اصلا امي نحن ما رح نطلع من الفندق. وانا بجي مشان ساعدكم. يعني بتزبط بلاكي ام شعر منكوش؟ ليش عم تضحك؟ لا بس خطر على بالي شيء. شو؟ انسي. يلا فراش احكي لي. طيب بخجل. معلش خجل شوي. شكلك بيكون حلو وقت بتخجل. يلا احكي لي. انا حكيت لرفيق سليمان كل شيء كان يصير معي مشاكل. مين؟ لك يلي في إلي صورة معه. ايه هو يلي كنت فضفضله. رح يفرح المرحوم كتير لما يشوفك. شو بدي أعمل فيك؟ أنا كتير محظوظة. وشو كمان؟ شو؟ بحب تعابيرك بهي الحالة. قصدي أقول تعابيرك بس تخجل بتجنن. لا لا تصوريني لا. شو بدي أعلق هالصورة بغرفتي؟ طيب بستحي عملك لتصوريني. ما زبطت. فراشي الأخ يوسف بده إياك. فراشي شو هاد اللي عم بيصير ومين هاد يوسف؟ أنت استني فوق إذا بدك، أنا هلأ بيجي. ماشي حبيبي. مو متعودين عليك هيك. أنت غلطت. الأخ يوسف كبيرنا وما بيحق لنا نعلمه الشغل، بس الأخ يوسف خبص. شو عم بيصير؟ سمعت شو قال؟ فراشي عنده شي بده يقوله للأخ يوسف. لنروح نسمع شو عنده حكي. رح يكون معه وقت طويل يحكي فيه. طلع بالسيارة. بعد إيدك. أنت شو بدك؟ أنت لا تتدخلي. شت ماني رايح لمكانه، خليه هو يجي لهون ويقلي شو بده مني. عم قلك طلع بالسيارة. بعد إيدك ولك. أخي فادي. حيواني. أنت الحيوان. فراشي فراشي. أخي فادي أخي فادي أخي فادي. مدري شك ساعدنا. لك بعده عني. لك اتركني يا حقير. شو عم بيصير لك؟ فوتي أنت لجوا يا أولاد الكلب. أنا بورجيكن. فرد ما فرد. أخي خلاص أخي خلاص أخي. رحقت لك رجاك. خلاص رحقت لك. خلاص اتركوا أخي. خلاص بورجيك يا كلب. أخي اتركوا وعمل لك. خلاص أنا بورجيك. خلاص يا أخي أنا منيح ما صار لي شيء. خلاص بترجاك. طلع فيني منيح. انا طلع بعد عني. انا رح اقتله. خلاص يا اخي انا هون قدامك. خلاص اهدى بقى. اهدى علينا ابن الكلب. انا هون لك اخي. انا هون. خلاص اهدى شوي. اهدى. صار لك شيء؟ ها بنتي فوتوا لجوا. يلا لجوا شربي مي. الو علاء وينك انت؟ هي اسمعني. اجوا رجاله ليوسف على الفندق. لا تخاف ما عملوا لي شيء. انا منيح وروز منيحه كمان. ليك بعت الخالي اريج على البيت فورا وتعال بسرعه لعندي وقال لاخي رح يورجيني نجوم الظهر. تمام يلا ناطرك. شكلي اليوم ما رح اقدر اقضي وقت معك. اوف Thank you.
ألو. مرحبا سمير بيك، أنا رنيم أوزان المحامية تبع مرتك. إيه. اليوم فتحنا موضوع قضية طلاق ضدك. قضية شو هاي؟ روق شوي لو سمحت سمير بيك. ما بدي روق وما دخلك فيني، أنا ما بدي طلق. شو كان اسمك؟ رنيم أوزان. ليك يا أنسي رنيم، لا تتدخلي بشي ما بيخصك. أنا ما بدي وما رح طلق مرتي. سمير بيك ست أريج. وأنت من وين بتعرفيها لمرتي أريج؟ فادي هو اللي عينك؟ لو سمحت احكي معي باحترام. وإذا ما حكيت معك باحترام؟ ليكي رح أحكي معك بكل صراحة، إذا ما سحبتي القضية رح تندمي. يعني أنت هلا عم تهددني؟ إيه عم هددك. أنا ما رح طلق مرتي، وشو ما بيطلع بإيدكن اعملوه. سمير بيك، هدول الرجال رجعوا وعم يسألوا عنك. خليهم يسألوا لشوف لشو بدهم يوصلوا. سمير بيك لا تنزل. خير شو بدكن؟ الأخ يوسف بده يحكي معك. ومين هذا الأخ يوسف؟ يوسف المكسور. شو يعني بده جبصين؟ احترم حالك. شوفي ولا ها؟ يلا امشي وخليه هو يقلي شو بده. شو ما صار أنا ميت وما عاد تفرق معي بعده هيك. يلا امشوا. بنتي معلش تنطرينا هنيك بس شوي، يلا روحي لشوف. انتوا الاثنين بدكم تعملوني مجرم شي؟ خلينا نقول انه علاء ما بيعرف، بس انت ما بتعرفه لا يوسف ولا كيف بتروح بتشتغل مع هيك زلمة؟ اللي كيف؟ انا اللي قلت له لانه لازمني مصاري. طيب انت قلت له بس ما قال لك هذا الحمار انه ما فيكم تتورطوا معه؟ اه بلا. خلصنا، لا قال لك ولا شي، لا تقعد تدافع عنه. اخي يلعن اخوك ويلعنك. شو رح يصير هلأ؟ رح تساعدتوا الشاب يلي إجا لحتى يخطف بنته؟ شو كان لازم نعمل؟ نخلي الشاب معه ليقتلوه؟ طبعاً رح تساعدوه بعد ما وصلتوا حالكم لهالوضع. وأنا هيك قلت لحالي. اخراس بقى، عاش فزلكي. بلا ما أضربك كف كسر لك سنانك. شيلك من قصة الشاب يلي أنقذته، اللي شو دخلكم بالسيارة؟ هذا اللي صار. طلع فيني. يوسف عنده بنت وحيدة؟ يا أخي نسرين يلي كانت بمدرستي. بنت العائلة؟ لك ما لقيتوا بكل بودروم إلا هدول الجماعة لتعلقوا معهم؟ مين آيلة ولا؟ آسف بس أنا ما عاد أدران أتحمل أكتر. هاي أول مرة بحياتي بشوفك بهي الحالة، ما شفتك خايف من شيك لهالقد. يوسف هذا بشو زايد عنا ولا شو خايف منه؟ انت بس ادعي انه تضل بنت لآيلة قاعدة ببيتها وما يروح هداك الشاب ويخطفها، لانه اذا حاول يخطفها للبنت وقت بودروم رح تحترق. لوين رايح؟ لعند عدي. لوين رايح يعني؟ بلكي يجوا مرة تانية. لا ما رح يجوا. طب شو عرفك بلكي يجوا؟ ما رح يجوا، اكيد بيكونوا حكولوا هلأ اني اتدخلت بالموضوع، وإذا أصر إنه يجي فرح يجي لعندي. مو معقول شو أغبية. إن شاء الله تكون انبسطت هلأ. بابا لك طلعوني من هون. عيد شو عم بتقول؟ أنا ما عم بسمعك. بابا لا تخلي وطيت صلتني. لك اتركوني بابا. لك اخرسي ولك. ايه عم بسمعك هلأ، احكي. ذكرني مين هاد. ايه تمام عرفته. روحوا وعطوا للوقي لانه نحن ما عاد إلنا شغل معه، لا تخلونا ننشغل فيه هلأ. شو عملتم في راس بابا؟ انا بدي اشتكي عليك للشرطة.
بنتي قاعدة ببيتي وليك شو عم تحكي؟ قال عم تهددني بدها تخبر الشرطة. هاي بنتي مانا قليلة بنوب. افتح هالباب لشوف. بابا يلا طلعني من هون، ما فيك تضل حابسني هيك. فراس بعده عايش؟ إذا مات أو أنت أذيته بشي أنا رح أقتل حالي. بنتي العمر إليك، فراس مات. ما فهمت شو يعني؟ أنا حذرته، قلت له أنا عندي بهالحياة شجرة وحدة مزروعة ما في غيرها وهي بنتي، وقلت له لا تقرب عليها، بس ما سمع مني فعلقته على الشجرة. فرات اتصل بالصيدلاني بسرعة، خليه يجي، خليهم يعطوها مسكن أو أي شيء مهدئ. يلا ما بتحمل شوفها بهالحالة. تعي لنشوف. يلا معصب كتير. لا ليش لا يعصب؟ مين هداك الشاب الهربان؟ واحد غبي كتير. ومين هي البنت اللي بيحبها من هون؟ حبيبته القديمة لهاد. أوه مزبوط هالحكي؟ لك لا أنو حبيبي هاي، من وين جايب هالحكي أنت؟ آه عفواً ما كانت حبيبته، هو بس كان يحبها. كان يحبها؟ لا حب ولا شيء، لكنه ولاد صغار. اي حاجتك، يا ريتك لو شفتيه كيف تغير لونه لما سمع اسمه للبنت. علاء اخرس اذا بتريد. ليش لا اخرس؟ صحيح القصة من سنين بس هذا الحب لسه بقلبه. لسه الحب بقلبك؟ روز معقول هالحكي شبيه؟ شو دخل روز ولا؟ شوف حالتك كيف؟ نحن قاعدين على أعصابنا، شو بدك بهالقصص القديمة هلا؟ يعني روز علاء عم يبالغ، ما في هيك شيء. أنا شو دخلني؟ علاء بتحب نمشي؟ بكرة عيد رأس السنة ولازم من اليوم نزين، هيك وصلتني أمي أغراض الزينة بالإدارة. بكرة رأس السنة؟ هذا الحب طير له عقله من رأسه. روز بعيدا. حبيبتي روحي اقعدي، ما بدي عزبك. عادي خالة أريج، منه بساعدك ومنه منتسلى. قليلي كأنه هالأكل هاد بطعمي قبيلة. معلش خلينا نكتر ويزيد أكل أحسن ما ينقص، لكن إحنا منعملون مشان ما يقولوا ما في، بيأكلون لا تخافي. وأنا كمان رح أعمل فطاير بسبانخ، مبارح شفت موقع على النت فيه وصفات كتير سهلة ومنظرهم بشهي، إذا قدرت رح أعملهم كلهم. إيه ليش لا؟ الشاي جاهز؟ رح شف لك يا صب بهدول الكاسات. صبي بالكاسات اللي فوق حبيبتي. ليش ضحكتي وقت سألتك؟ هدول جايبتهم أروى هدية. هدول من أروى؟ إيه ما بعرف شو بدي أقولك، بس هي الحقيقة. إذا ما بتتضايقي في سؤال خطر ببالي فيني أسألك يا؟ اسأليني. أو أقولك بلاها ما في شي، خليني ساكتة. لك اسألي اسألي. ما كنت حاسة بشي أبداً؟ قصدي أنتي ما شكيتي بشي من قبل؟ ما أجاكي إحساس؟ عم تسألي لأنه المرة بتحس مو هيك؟ بالضبط.
إحساس المرأة بحياته ما بيخيب، بتفهم الزلمة اللي معها بدون ما يحكي من نظرة عيونه، وإذا تغيرت حركة إيديه أو أي شغلة تانية بتحس من لمسته وقت يكونوا سوا. أنا طالعت سمير من قلبي وما رح رجعه أبداً، ورح أعتبره ما كان. وأروى؟ أروى صدمتني، ما توقعت إنه في حدا بيخون حدا مأمن له بهالطريقة. مرة قريت كتاب مهم كان عم يحكي عن هالموضوع، في شي بعلم النفس بيحكي عن طبع المرأة وبأي طريقة بتعبر فيها عن حالها قدام الناس، وفي عالم لحتى يثبتوا حالهم بيأذوا. هي هي معناتها. يخلي لي هالبنت الذكية، طلعتي بتفهمي بكل شي. ولك انت لوين كنت هربان مني؟ ولا مفكر ما رح اعرف جيبك؟ اه وليش لحتى اهرب منك؟ كنت عم تتخبى مثل الفيران. كل اللي عم حاول اعمله احمي عيلتي. هلا احكي شو بدك. ها تعرف شو صار؟ هلا جيت لعندي برجليك، ومن هاللحظه لا تتامل بشي. ليش ضل عندي شي حتى اخسره مشان خاف منك؟ شو بدك خلصني؟ ها قصدك انه خسرت مرتك وكمان خسرت حبيبتك، يعني كل شي انتهى بالنسبه لك؟ ها ليك لؤي، لا تخليني مد ايدي عليك. ها ولوح لك مين انت لحتى تحكي معي بهالطريقه؟ لك عين تهدد بعد اللي عملته؟ ها لسه في قدامك وقت كتير لتندم فيه، بتشوف شو رح اعمل فيك. اساسا انا عامل كتير شغلات غلط وعم اندم عليها، بس انت ما بتشكل 1% منهم. رح يجي وقت تتمنى فيه الموت، وقت ارجع سمعني هالحكي البايخ تبعك. خوفتني عن جد؟ طول بالك علي، رح تخاف عن جد بس أعمل اللي ببالي. اسمع لؤي، اليوم بنتي روز بس شافتني بالبيت قلعتني. أنت بتعرف شو يعني حبوك ولادك؟ ها؟ بتعرف شو يعني يكون عندك ولاد أساساً؟ ها؟ قلت لي إنك حبيت أروى؟ إذا بتحط كل نسوان الدنيا فوق بعض وضربتهم بألف أو ضربتهم ب10,000 ما بيعودوا قد هيك حب ولادك إلك. بنتي هانتني وقلعتني اليوم، فعادي إذا دعسوا علي كلبين من كلابك. أنت مفكر أنه رح تنفض إذا خليتني إزعل عليك؟ ها؟ يا حقير. اللي أنت حبيتها لأروى؟ ها؟ طيب أنت بتعرف مين أروى؟ بتعرف كم أخ عندها وأبوها شو بيشتغل؟ بتعرف شي عنها؟ أنت اعتبرتها لعبة بتملكها وأخدوها منك، واحد واطي. أنا درت بالي على هالبنت كأنها طفلة طوال هالسنين، وتعبت كرمالها. أنت كرمال مين تعبت بهالحياة؟ اللي شو ممكن تعمل كرمال حدا؟ وأنا حبيتها وعشقتها. وكل اللي عم تعمله كرمال العشق؟ شو في هون دواء ضغط؟ دير بالك على صحتك وعلى شبابك. بعد اللي رح يصير فيك اليوم رح تقول التوبة وما عاد رح تقدر تنكت. حاج سخافات وحكي فاضي. إذا بدك تقتلني قتلي، وإذا ما بدك حل عني. لا تلعب بأعصابي. لا أنا ما رح ألمسك. خدوا هالحيوان لعند مازي يا شباب، بدي كل عظامه تتكسر وحدة وحدة لينشل، بعدين زتوه كبوه بالحاوي. ولا انت مجنون رسمي؟ فهمني شو عم تعمل لك جنيت؟ خدوه على المشفى بسرعة. امشوا لنشوف شو اخرتها. خدوه على المشفى احسن ما يموت هون وتوقع مصيبة فوق راسنا. شو صار لك ولا خفت؟ خايف يموت الزلمة اللي بتكرهه هون قدام عيونك؟ لازم اول شي تتعلم كيف بيكون الكره وبعدين العشق، وبين الحب والكره شعره. فهمان؟
غبي. خذوه على المشفى بسرعة. اتركوني ولك. اتركه يروح. بلكي مات هلأ، نحن ما دخلنا مو هيك؟ اوعى يكون حدا شافه فايت لهون. عمو سمير قوم معي لأخذك تعمل غسيل معدة. قوم. شفت يوسف اليوم؟ لا، بس شفت جماعته. هنن ثلاث ذكريات ترك لي اياهم يوسف بحياتي. ايلا، يوسف، وتسع سنين حبس بالسجن. هدول من وين جبتهم؟ اللي رجعهم لمكانه. ما قدرت شيلها من بالي لحد هلأ. حاولت طالعها من عقلي وعملت كل جهدي انسى القصة. مو لأني خايف على حياتي، أصلاً ما عندي حياة، عشو بدي خاف؟ لأنه آيلة هي كان بدها هيك. إجت لعندي وشو قالت؟ أنا رايحة لعند يوسف. يعني كل هذا الشيء بس مشان ما يقتلك؟ بس اللي قالته هو اللي قتلني. ما فيك تحكي هذا الحكي، البنت كان معها حق. شو كان لازم تعمل؟ كنت متصاوب وانتقمت من يلي صاوبك وانحبست. بس يوسف ما رح يتركك. شو تعمل البنت؟ ضحت بحالها مشان يعيش عدي؟ أنا حاسس حالي ميت، بس لما شفت هالحقير يوسف قدامي بعد كل هالسنين اللي مرت. بكفي رئيس، بتذكر لما طالعوا هاي الرصاصة من جسمك كنت أنا جنبك. أنت رفيقي الوحيد بهالحياة. أنا رح خلي هالزلمة يبعد من هالمكان، بس قبل كل شي لازم توعدني ما تركض ورا المشاكل. وعدني. يلا وعدني رئيس. ما رح أقدر أوعدك بهيك شي أبدا. لك أخ منك يا رئيس. فراشة ورفقاته متورطين بمشكلة كبيرة. القصة أنه بنت آيلة ويوسف حبت شاب من هون، بس أهلها رفضوا للشاب، ولهيك صار بده يخطفها، بس يوسف مسكه وهن ساعدوا الشاب ليهرب قبل ما ينقتل. قصة صعبة كتير. المهم كل شي رح ينحل ويصير أحسن من قبل. بس ليك مشان الله هدي لي حالك ولا تتدخل أنت بالموضوع. بترجاك لا تتهور، شيل هالصورة والمسبحة من الصبح وانت ماسكها. يعني البنت طلعت أقوى من أمها. خلي أدان هارون الطن هلأ. على كل حال أنا بدي روح، ومثل ما قلت لك بلا مشاكل. وما كنت بعرف إنه رح يصير معك هيك شيء كنت قلت لك سلامتك، وكنت زعلت كتير إنك انضربت. بس أنت بالنهاية هي شغلتك هون، عايش عم تاكل وتشرب من ورا هذا الشغل. بتلاقيها حلوة بحقك يعني إنك أكلت قتلة من شوية أولاد؟ بصراحة ما بعرف شو بدي أقول لك جنكيس. هاد فادي أخي، أنت بتعرفه. ما بعرفه، ما حصل لي الشرف. أنا ما عاد بدي أعرف شيء من هلأ ورايح، رح تجننوني. ها؟ لا أخي، بس خلص جنكيز سكوت. الحكي معك وترني وخلاني عصب بزيادة. حاجة تحكي سكوت.
خلينا نفكر شو رح نعمل بهالمصيبة. أمرك أخي، شو نعمل مشان فادي؟ نروح نكسر له المطعم؟ أنت بتعرف شو مشكلتك بهالحياة؟ تشتغل من دون قوانين. رحت وأكلت قتلة من هداك الزلمة، وهلأ جاي لعندي بتقلي بدك تجمع الشباب لتخربوا له المطعم وتكسر الإزاز والحكي الفاضي؟ بدك تقلب الشغلة لعب أولاد صغار ومسخرة؟ ترك لي هالموضوع، أنا بحكي مع فادي وبحل كل شيء. أخي روح هلأ ولاقي لي الشاب اللي اسمه فراس وجيبه لعون لشوف. ماشي أمرك أخي. وروح شوف الصيدلاني كمان إذا وصل لهون مشان تخليه يشوف وشك. ماشي أخي. مرحبا، كيفك أخي؟ خير، ساعدك بشي؟ أنت فايت على البيت مو؟ إيه رايح على بيت يوسف بيك. خير، شايف معك أدوية وإبر؟ أنا مناوب بالصيدلية القريبة من هون، بعتوا وراي لأعطي إبرة. إيه كتير منيح، معك خوذة تانية؟ ليش شو بدك فيها؟ بدي تفوتني على البيت معك وتقولن إني بشتغل بالصيدلية. شو هالحكي؟ أنا مالي مصلحة في كل هالقصة. طيب استنى لقلك وقف شوي. معناها خليني فوت بدالك. لك حل عني، خليني أمشي بطريقي. آه، تمام تمام تمام. لحظة، شو عم تسوي؟ مسيك. شو هدول؟ يلا نزل عن الميتور. اوف، خد هدول كمان، بتقلن انه جماعة ضربوك وسرقوا منك الميتور. يلا نزل بقى خلصني. أهلين ريس عدي. ألو فراشي، وينك؟ فيك تاخد راحتك بالحكي؟ خير، شو صاير؟ اسمعني منيح بس بدون ما يدري أخوك بشي. الشاب اللي شفته كان عم بيحاول يخطف بنت أو هيك شي، إذا شفته مرة تانية امسكه وجيبه من إيده لعندي. بدي شوفه. طيب اللي شو صاير؟ أنت لا تتدخل، عمل مثل ما قلت لك، بس لا تخبر حدا. الأمور كل مالها عم تتعقد. والله شوي ورح دوخ يا جماعة. ما رح يصير لك شي، فكر بالحب الأول تبعك وخد نفس عميق وبعدها بتنفخه. كان عمرنا 7 سنين يعني كنا أولاد. وأنا مصدقتك. شو عم تبربرو؟ تشنش كتفي وأنا هون. روز أعطيني. يا عيني يا عيني، لك شو هذا كله؟ أمي؟ أهلين أمي. لك أنتوا عاملين كل هذا لحالكم يا أولاد؟ بدك يسلم إيديكم. فراشة شو بوشك؟ كان في مشكلة صغيرة، الشباب تكاتروا علي. شو مشكلة صغيرة؟ ليش صايرين عم تدخلوا حالكم بهيك خناقات؟ أمي عادي بتصير هيك قصص بين الشباب. بسيطة، شغلكم بجنن، الزينة اللي حاطينها كتير حلوة، وطبعاً قعدتنا بالبيت ما كانت على الفاضي مو هيك؟ ما تركنا نوع مقبلات ما عملنا. شو صايرين صحبة كتير؟ لا قصدي أنا يعني لكان أنا رايحة على المطبخ مشان حط الأغراض هنيك. وينك يا سنفورة؟ اشتقت لك. شكلكم تعبتوا كتير لأنه الشغل اللي عاملينه بجنن. لا عادي، الشغلة سهلة ما بدها شي. كان عم بنق ويتوجع قبل ما تجي بشوي، يعني ليكون بعلمك. اوه بس قدامي عم يشوف حاله. فو ما بتتخيلي. لا ولا عم اعمل هيك مشان تشتغلوا. فراش اسمع، قال هو اللي عم بخلينا نشتغل. ليك كأنه مفكر حاله قائد الفريق وعم تمشينا هون. اي ما عنا هيك شي، لا تحط على كتافك حمل اكبر منك، كل واحد بيعرف شو بيشتغل. يعني هيك رأيك؟ ايه. انت شخص قيادي؟
ايه طبعا انا كل هاي الشغلات بفهم فيها من انا وصغير عادي. ليكو التواضع رح ينفجر من التواضع. اوف فراشة. ناجي؟ ايه اخي. اخذت رماني. وحدة؟ ايه وحدة ما في داعي. اكرم عيونك. أيوة فادي. شو الأخبار؟ أنت منيحة؟ منيحة. ليش عم تضحكي؟ هي خامس مرة بتتصل وبتسألني. لك لا مو هيك. أنت بالفندق؟ إيه والولاد هون عم بيزينوا. إيه منيح. وأنا جاية كمان. تمام. أريج؟ اشتريت رماني. شو اشتريت؟ رماني. سمعتيني؟ سمعتك. ايه يلا جاي لكان. تمام. أهلا وسهلا حضرة المدير. فراشة تعال معي شوي. ايه تكرم. فراشة مين هاد؟ هاد مدير البنك. أخي قلي. اسمع حجز لي مكان لشخصين بكرة. ايه تكرم عيونك. بس خليه بعيد عن العيون لأني تركت مرتي ورح أجي أنا وحبيبتي. أوه هالمدير مانو قليل. طيب خلص عندي الموضوع. شكرا ما بتقصر. ومشان ديون هالشاب عرفت لي شي عن الموضوع؟ ليش أنا ما اتصلت فيك وخبرتك؟ لا الأمور مو منيحة عن جد؟ دقيقة وبرجع. علاء تعال. الأخ يلي رح تدفع له ديون بطاقة الائتمان. أها أخي الدين صار 62 ألف ليرة. القصة صار فيها حجز وكمان طلع قرار بهالشي. شو منقدر نعمل بهي الحالة؟ لازم يندفعوا بأسرع وقت أو رح يصير الوضع أسوأ. إيه عم تقلي حجز؟ ما ضل عنا شي نحجز عليه؟ البيت. لا مستحيل. لا تستبعد كل شي ممكن أخي. تمام هلأ فهمت. حضرة المدير أمورك محلولة شكراً. تمام طيب مثل ما تفهم. ولا يهمك. وهلأ شو؟ لك مصايب الدنيا اتفقت تنزل فوق راسي. شو بدي أعمل؟ وكيف رح سد هالمبلغ؟ مندبر على. يا بنات تعالوا كلوا يلا لساتها تازة. الريحة بتجنن. أوعك سخنة. الخالي أريج ما بتعرف ما؟ ما بتعرف. اوعك تحسسها. طيب تمام تمام. لازم نروح على البنك ومنسألهم هنيك بلكي بيرضوا نقصة الدين. انت صرت رجال البيت. صحيح خنقتني بتواضعك بس جد عم تعمل يلي عليك وزيادة. علاء فراشة تعالوا دوقوا. طالعين كتير طيبين. تعال يلا يلا. عم يطلع منا بخار. اوعكم تحترقوا لساتها سخنه. خد حبيبي. مين سوا هون؟ صحه وهنا حبيبي. <تصفيق>
برا، اتركوني ما بدي شي. أبوكي طلب يجي الصيدلاني ويشوفك. نقلعه من هون. مو مشكلة، أنا رح خليها تهدالاتك ليهم، بس القطن ضل بالموتور، ممكن تجيبي لي من عندكم؟ ممنوع أترك الأنسي ولا لحظة. هنن شوية قطن لو سمحت جيبي لي اياهم، أنا ما فيني أشتغل بلا قطن. ها ممكن تنقلعه برات غرفتي؟ ما رح أطلع بلاكي. حبيبي، بس أبي قال إنك متت ورجعت عشت. ليكني ما فيني شي، يلا لازم نطلع بسرعة. بس كيف بدنا نطلع؟ ما فكرت بهالشي أبدا. نطلع من البلكون؟ لا، في حرس برا على البلكون. البلكون الثاني فاضي. طيب يلا يلا. صار في فطاير بتمي وكل شي بيخطر على بالكم. قول على مهلك رح تختنع. نفخ البوالين. عن جد نفخت لي شي 200 بالون مع اللي انفجروا. حاجتك لا تبالغ. والله نفخهم. ادافع عن فراشة، والله انعكست هالدنيا يا أمي. شو هاد؟ الصبي ما حكى شي. ألين أعطيني شوي من عندك. خير؟ ليش عم تضحكوا؟ ولا شي، لأنك طلبت من ألين وما طلبتهم من أمي. لأنه نقراب عليها العجة. أمي ألين، عجة أمي ألين، ألين أمي والعجة هيك. ما شاء الله حلو. شايف الكل هون، التحضيرات كاملة وبلشتوا بالأكل، صحة وهنا. عود لحق حالك أخي. تعال تفضل. يسلموا هالإيدين. شو هاي؟ جايبة لتحتفل فيها؟ رمان اشتهيته. بس أنت ما بتاكل رمان. ما باكل بس اشتهيته. لا عن جد ما بتاكل؟ يعني ما صح اللي اكل. اخي انت بتصير غريب احيانا، اول مره بشوف مشكله كبيره بين انسان وحبه فواكه. انا وصغير ما ضلت بهدله ما اكلتها وانت تقلي شي لمن وشي. لا شو هالحكي، عن جد غريبه هالقصه. شكلك اكلت كتير والدم ما عاد وصل على مخك. إيه والله ما بعرف. خلاص ما كلمه ثانيه وبضربها على راسك. امي بتحب الرمان كتير. مين عمل هاي؟ طيب كتير. أخي كيف لقيت هالزينة؟ حلوة كتير حلوة. يا ريت إجا الرئيس عدي كمان. هو متضايق شوي. خير شو القصة؟ خلاص بحكي لك بعدين. ألين أوريني الصحن من عندك. يا عليكم. ليش عم تضحكوا؟ ليش ليش؟ أنا ما ضحكت. أنا ما ضحكت شي ابنه. شو عم بيصير؟ على شو عم تضحك؟ بحكي لك بعدين أخي. يا الله. أنت منيح عمو سمير؟ لك ليش ما سمعت مني؟ كنت خليك هون وارتاح هاي الليلة. خدني على الفندق، خلينا نمشي من هون. بس شو اللي خلاك تعمل بحالك هيك يعني؟ شو خطر لك؟ بركي صار لك شي ومتت. ابني لو تركتهم يكسروا لي عظامي كنت رح اضطر اقعد بالمشفى ويمكن ضل كذا شهر، وكانت أريج حتطلقني. بس لو متت ما كان حدا حيقدر يطلقني. هاي كل القصة. يعني مستعد تموت ولا أنك تطلق أريج؟
أريج هي حبي الأول، وهيك شيء مستحيل يصير. وشو مشان اللي حكيته عن أروى؟ ليش أنت قديش عمرك؟ 20 سنة. بعد كم سنة قلبك بيكبر وبتفهم منيح. كيف يعني بصير قلبي بيوسع تنتين؟ بيسع لثلاثة كمان إذا بدك. يلا يلا امشي. أنت موسوعة، لازم البشرية تستفيد منك، عطول بتفاجئني بالحكم تبعك. يلا يلا بلا ما يعتك، اطلع خلصني. جد ما بتاكل رمان؟ لا، من 20 سنة. ليش؟ مع انك بتحب الرمان كتير. ما بتعرفي ليش؟ لا والله ما بعرف. لانك انت تحبيه. يعني كرهتني أنا والرمان وبعدت عني وعنه؟ كنت أتذكرك كل ما أشوف رمان. وهلأ؟ كنت بدي خبر رماني، بس جبت لهون لأنك موجودة. مشان هيك؟ مشان هيك. لك لا هيك بتلوت حالك. نسيت كيف بياكلوها. هلا بتتذكر. وينها بنتي؟ لك وين بنتي؟ أنا مو قلت لكم لا تتركوها لحالها ولا لحظة؟ هيك قلت ولا لا؟ ليكوا أنتوا كم واحد وما قدرتوا تراقبوا بنت صغيرة حتى؟ منلاقيها يا معلم. قايلة بعدها بغرفتها؟ إيه معلم، ما عرفت بالموضوع. بنتي بدها تكون هون قدامي قبل ما تعرف قايلة بشي. راح تكون هون بأسرع وقت، عم تفهموا؟ لا تخلوني أحرق الدنيا كلها. يلا خدوا. بودروم فادتك وصرت رفيق الحيوانات الأليفة. ها؟ أول ما أجيت كنت تقرف من حسك السمك، وهلأ صاير عم تطعمي القطط. عم تتمسخري علي يعني؟ لا، بس بدي ضحكك شوي. أصلاً وشي بيضحك بس اتطلع عليكي، ما في داعي لشي تاني. يعني قصدك أنا مميزة بهالشي؟ إيه أكيد، بس في كتير شغلات فيكي مو موجودة بحدا تاني. حكياتك كتير حلوين، بس ما رح يمشوا علي. أنا بعرفك وبعرف إنك متضايق. مشان قصة البنك شي؟ إذا راح البيت أمي رح تتدمر على الآخر. رحلنا كتير بيوت من قبل، لهيك أمي تعلقت بهذا المكان، لأنه هون وقفت على رجليها منيح. بس إذا صار شي لهالمكان رح تنهار على الأخير.
أنا واثقة أنك رح تقدر تلاقي حل، هي طبيعتك ورح تعمل كل شي بإيدك وما رح تقصر. معك حق، لأنه هذا أنا. شو فعلتك؟ عطول انفقلتيني. شت، أمك إجت، أمك إجت، أمك جاية بعد وبعد. وين أولا؟ وين عم امزح معكم يا عصافير؟ حقير. شو خفتي يا منكوشه؟ غبي. ليك شو رايك نشتغل بمحل المايسترو بالشتويه؟ مستفاد. بس هذا الزلمه ما رح يرضى. لك بنحكي معه لك اخي، يعني محله موقعه ممتاز وعليه حركه، بس هو ما بيعرف يتعامل مع الناس، شغل العجين فيه مصاري منيح. ما بعرف يا فراشه، ما بعرف. لا تقولها مفاجأة. أوف ولا نسرين؟ شو كان اسمك أنت؟ فراشة. بتذكر ما كان اسمك فراشة، كان شي تاني. وقفوا شوي هلأ، قلي أنتو شو عم تعملوا هون؟ خطفت نسرين مثل ما قلت لك. عم تمزح معي؟ يلعن حظي، روحوا من هون، لأنه إذا شافكن أخي مدري شو ممكن يعمل. هو كتير عصبي، يمكن أنت بتتذكري شوي، ما هيك نسري؟ كيف بدي أتذكر أخوك إذا ما عم بتذكر اسمك؟ رفقاتي بدي منكن تساعدونا. وليش بقى؟ لأنه إذا ما ساعدتونا رح يقتلونا. وإذا ساعدناك رح يقتلونا. طيب مين اللي رح يقتلكن؟ أبوكي شي؟ أي أبي قتلنا بعقله من زمان وخلص. نسرين لو سمحتي. بالله ذكرني شو اسمك. لك أنا رح جن، والله رح يجننوني هدول. تمام بس ثانية فراشة تعال. شو؟ تعال. لازم نساعدهم لهدول الاثنين. أنت مجنون لك علاء؟ ما سمعتهم؟ رح يقتلهم يوسف. وإذا ساعدناهم رح يقتلون قلنا. طيب فراشة شو العمل؟ يعني معقول نتركهم بهالحالة؟ نحن منحطهم بقارب وبيتيسروا. لك من وين بدك تجيب قارب؟ من وين بدنا نجيبه لك عمي؟ نسيان أبوها لألي؟ ما أنه هون راح على كليش. معقول ما عاد عندك ولا رفيق كابتن بكل بودروم الكبيرة هلأ؟ لك جننتوني، والله جننتوني. حاجة تتصرف بضمير لك علاء. طول بالك ولا تجن يا رفيقي. طلع عليهم هدول العشاء عن جد بيزعلوا. في حدا جاي، في حدا جاي. شت مين؟ مسيت لألك. روحوا على الشاحنة، روحوا يلا. اركضوا. فراشة لازم توصل أمي. ما فيني وصلها. ليش؟ تعرفي مين في بالسيارة قليل؟ مين؟ الغبي في راسه وحبيبته، خطفها للبنت. شو؟ اللي حكيتولي عنه؟ ايه يعني حبك الأول بالسيارة. حتى اسمي ما أنا متذكرته. بدك للصراحة؟ شو كان اسمك وأنا ما بعرفه؟ هلأ أنتوا عم تشتغلوا فيني، خلاص بقى حاجة غلاظة. على كل حال روز ألين خدوا أمي أنتوا وعلى البيت بسرعة، ونحن خلينا ناخدهم ونوصلهم على الساحل. مستحيل، أنا رح أجي. وأنا رح أجي. شو صار لكم أنتوا التنتين جنيتوا؟ قلت لك رح روح يا علاء. روز. تمام أخي تمام، أنت ووصلوا الخالي أريج بالباص ومنلتقي بالمينا. وين بالمينا؟ عند الرئيس عدي. شو دخلوا؟ عدي بحل كل شي لك أخي. لكن بعد كل هالسنين شفت حبك الأول. يلا يا روز خلص بقى امشي. يلا أليم يلا خديها معك. ما قدرت تشوفها حتى هو كان يحبها كتير شي. روز يلا فراس هات عطيني المفتاح. لك يلا فراس يلا. حاسة اسمك كان مفيد بس خلصنا بقى. شو صار يا أخي؟ شو صار؟ تيابك. ايه رمان رمان. يا لطيف شو هالرمان هاد؟ صار قصة وموضوع. لسه ما شفتي شي يا لطيفة. مين لطيفة؟ شو بيعرفني هذا اللي طلع معي؟ لطيفة. وينو أخي الأهبل؟ راح مدري لوين هو وعلاء. لوين راح؟ كان لازم يوصلها لأريج. قلت له بس قالوا قاعدين رفقاتهم من قبل وطلعوا بسرعة من هون. تماما. وقف لشوف. وقف أخي لا تدق له، نحن منوصلها لخالته أريج. لك كيف رح توصلوا وأنتو؟ ماشي
منروح ماشي نحن وياها من هون؟ ايه ولما منتعب منركب الباص او شي. ما عندي مشكلة. لا مو معقول تمشوا لحالكم بهالوقت. ها معقول كتير الجو حلو. يلا نروح يا بنات. انا اليوم رجعت صغيرة مثلهم والله. معناتها يلا منشوفك. يلا لنشوف. يلا ديروا بالكم على حالكم. ها منشوفك. لا تروحوا هيك ولا هيك. يلا حبيباتي يلا يا بنات. عمو سمير بدك يعني ضل معك اليوم؟ لا ابني لا يسلموا عن اذنك. هلأ ما عملت شي، المهم انت تكون منيح. أردنك كشيء، شو عن أمور شلونيور؟ سياسةً سونا مساج بركبليرسينس. حتى أنتي بطلتي تردي ويا أوف يا أروى أوف. أنتي نسرين معناها مو؟ أي صح. أنتي بتعرفها لك أخي؟ ما بعرفها بس بعرف أمها منيح. أمي أنا؟ أي يا بنتي. آيلا كانت رفيقتي كتير. ولا مرة حكت عنك. لأنه ما عاد حكينا من زمان. يا ريس إذا عرف أخي راحت علي. لا تاكل هم، ما بيقول شي. غير هيك أنا اللي طلبت منكم أنكم تجوا، أنا بحكي معه. لا تاكل هم أخي. أنا فحصت المينا كتير منيح، نظيف ما فيه حدا، بس في ناس عم يشربوا بأول القارب. أصلاً هنن مو بحالة بيقدروا يشوفوا قدامهم. عن جد رح تأخذنا بهاد؟ إيه بهاد. على كوس؟ لا حبيبي على ميكونوس. كل ما بيحكي هاد بيزداد الفضول. شو كان اسمه؟ أخي رح يصير شي مشاكل على الطريق. ما بيصير شي، لا تاكل هم أنت. شو أول مرة منروح على الجهة التانية؟ صح. قديش بيكلف هذا الموضوع؟ كرمال بنتنا نسرين بكفيني سلام لأيلة. أخي أنت بتعرف أمها لنسرين مو؟ بلكي عصبت عليك. لا أنا حكيت مع أمها. شو؟ حبيبتي سمعتي شو عم يقول؟ طيب شو قالت لك أمي؟ قالت اللازم يا بنتي، أنت لا تاكلي هم. يلا نطلع على القارب، لازم نروح ونوصل قبل ما يطلع الضوء وإلا بتمسكنا الدوريات. يلا. شايفها بسببه رح تصير معنا مشكلة. خلصنا ولو؟ أخي دير بالك عليها منيح، عيشوا حياتكم وانبسطوا. تسلم أخي. نسرين ديري بالك على حالك. يسلموا. واسمي فراشة شبك؟ يا الله منك شبكي؟ اي طيب. علاء خد هدول. شو هدول؟ لولاكم كنت ميت من زمان كتير. فكرنا من جماعة المصاري. حط لك رزمة كمان وتضرب لي يا لهات. شو رأيك؟ ايه بصير بصير. أخي حط هالمصاري بشنتايتك، صدقني رح تلزمكن هنيك. ما رح تلزمنا أخي، هاي من حقكن. خد هدول ولا تخليني مديون لإلكن. خلي حدا يكون مديون لإلنا شي مرة بقى، دائما نحن اللي من الديان. والله مزبوط لك على كلامك صح. يلا يا أساتذة يلا. يسلموا على كل شيء. يلا برد لكم اياها بشي يوم. تعالي يا بنتي تعالي. يلا ابني. رئيس توصل بالسلامة. الله يسلمكم. الله معكم.
خير يا يوسف. رح أسألك سؤال واحد يا فادي، بنتي وينها؟ وأنا شو بيعرفني وينها بنتك؟ أنا بعرفك من أيام الطفولة، أنت حدا كتير منيح وبوثق بحكيك، بس مثل ما بتعرف الموضوع كتير حساس بالنسبة لي. فكر بالحيوانات يلي بتهرب لما بتحترق الغابة وبتخرب بيوتهم مشان تنفد، فهمت؟ المقصد من كلامي كله في حريق بعائلتي. وأنا بعرفك من أيام الطفولة وما بقدر أني طيقك. أنت أوسط لي رفيقي، ما بنسى. لا تنسى أنه هو كمان أوسط أخي. عكل ما دخلني اللي بيناتكم صار وخلص. إذا قلت لك بنتك مو معي معناتها مو معي. أخي بدك نحرق الفندق؟ لا يا رفيقي لا، أنا بوثق بحكي فادي، وإذا قال ما أنا هون معناتها مو هون. بس على فكرة البشر بيغلطوا، وأنا إذا عرفت إنه إله علاقة بهروب بنتي إلك علي والله العظيم احرقوا لهذا الفندق باللي جواته. ما ضل عندي حكي تاني إلك إياه. عن إذنك. وينك فراشي؟ ليتني قاعد هون مع الشباب أخي. أي شباب ولا؟ علاء والشلة. تعرف شي عن بنته ليوسف؟ لا أخي. أنت متأكد؟ أي أكيد. إذا بتعرف شي احكي لي حتى لاقي حل. ما بعرف شي. شفت عدي اليوم شي؟ لا ما شفته. طيب خلاص تمام. راحت علينا، أكيد انتهينا. أول مرة بحياتي بكذب على أخي كذبة كبيرة مثل هاي، أكيد رح انكشف أكيد. لك شو بك؟ هلأ مش الحال لشو هالحكي؟ قصدي بكرة بيعرف. فراشة، الرئيس ما بيحكي والبنت أصلاً راحت، مين رح يحكي؟ طمن وحط ايديك ورجليك بمي باردة. لا لا انت لسه ما بتعرفه لأخي. شو كان المفروض نعمل يعني؟ يعني كنا تركناه هنيك مشان يقتلوه بين ايدين كل هالرجال؟ صح، هنن راحوا ونحنا ضلينا بين ايدين هدول الرجال كتير منيح. يا ربي عم بتصير حياتي كذب بكذب. شو هاد؟ ما عجبتك؟ بالعكس بتجنن. تتذكر شجرة السنة الماضية؟ هي أحلى بكتير. يا عين، أول شجرة راس سنة لعائلتنا اللي فيها ثلاث أشخاص. السنة الجاية رح جيب أحسن منها وبوعدكم كرئيس عائلة. لك حاج على طول وعود بنتي. استلمت العائلة أنقاض ها؟
سخيف. حبيبة قلبي. طمني كيف صرت سمير بيك؟ أمين ديني شي 200 ليرة. رح خلي 50 معي، بدي اشتري فيها أكل لأولادي. اي أكيد، شكرا يا أخي. وهيك أنا وياك منكون سكرنا حساب السنة يا فراشة. تسلم يا أخي أنجل. تسلم أنت يا فراشة. قلي شو عندك المساء؟ ما عندي شي، بالفندق مثل العادة. اطلع من هالبواب ولو، يعني ما في عندك حبيبة؟ شو هالحكي، من وين جايب هالكلام؟ شافوك مع بنت بينقيش بورنو هديك المرة. ايه في، طبعا في. استنى علي كم يوم ورح صير عيط اسمها بالشارع. شو بدك تجيب له هدية للبنت؟ لا شوف. يلا أنا لازم أروح لكان. سلم لي عفادي وقول له خليه يمرق شي يوم. سلام. بيوصل. اوف اوف، مين هالمحظوظة اللي اجا فادي على هيك محل كرماله؟ انسي هلا وقولي لي، حلو هذا الشيء؟ شو رأيك؟ بصراحة كتير حلو. كتير نسوان عم بيموتوا بس لينهدوا هيك فستان من حدا مثلك انت. مين هالمحظوظة؟ بفهم منك انه حلو. ليش احمر؟ بيقولوا إنه الأحمر حلو، أحمر مثل الرمان، وأنا برأيي إنه الأحمر هو أحلى لون بيلبع الأواعي. بلا، صار لازم روح. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير، الله معك. صبري، قديش سعره هاد؟ تمام، بكفو؟ لسه ناقصني 55 ليرة. عن جد؟ بجيبهم بعدين. ما فيني، ما بقدر. هي السيارة لإلك؟ ايه. بغسلها؟ هدول الحلقات لحبيبتك يعني؟ ايه. بيلبقوا لها يا ترى؟
حلوة كتير. أحلى وحدة. طيب تمسح البلور؟ ممتاز هالحكي. معناها امسح البلور وخد الحلقة. اتفقنا هيك؟ عن جد عم تحكي؟ تمام. تفضل يا حبيبتي ألين. شكرا كثير اخي انجين، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. ايه صحيح، خلص المربى من عندي، بعتي لي كم قطرميز بس تعملي. تكرم. ايه وسلمي لي على فراشه كثير وخليه يمرق لعندي بس يفضى. بيوصل. سلام. اوف يا صغيره اوف، لك انت النسوان اللي مثلك بيعرفوا يضحوا كثير. هالمصاري كلها يا ترى حتفوت على جيبه علاء. لك انا بقص ايدي اذا هذا الحكي مو مزبوط، وعلمي على كلامي هذا منيح. خود. شو هدول؟ مصاري. خود. هدول إلي يعني؟ شو بدك بداله؟ هدول مو إلك، رح تعطيهم لعلاء. لشو بقى؟ بعت الموتور اللي إجاني هدية ومصاري لعلاء. إيه؟ متدين كتير، بلكي بقدر ساعده شوي. علاء ما رح يقبل ياخدهم. قل له إنه هدول أرباحه من المطعم، بيستلمون على شكل دفعات، خلاص لازم نساعده، على الأقل بيمشي حاله. أنتي بتجنني، لك أنتي عن جد بنت قبضاي كتير. هيك أنتي، بس بهالحب صرتي قبضاي ضعفين والله. لك شو هالمخ هاد؟ كيف لكان؟ بس بدي أقول لك شغلة مهمة، مساعدتي أحسن من يلي إلك بدرجة. بس هدول كتار ها؟ قلت لك بعته. مو معقول كتير حلوين. آخ منك يا فراشة. فتت لهون. رح ضل حبك على طول سمير. بنتي
بوعدك كل شيء حيكون أحسن بكثير السنة الجاية، ديري بالك حالك. بابا. يا أمي. يلا بلا ما ننزع باقي يومنا، رح نتأخر. يلا يلا بسرعة. طولي بالك دقيقة، طلعتوا شي تحت الشجرة؟ شو مو اتفقنا انه ما رح نشتري شي بنوم؟ انت عم تعمل كل هالشي مشان تخجلنا؟ قلت عنكم، مو قلت عن حالي، انا بشتري. يا روحي ما اطيبك يا علاء، لك يخلي لي اياك يا رب. شكرا. ليك شو مكتوب؟ كان في تمثالين، واحد منهم أمي. حبيبي. خلص بس بدي افتح هديتي. أهلا وسهلا، تكرموا. أهلا وسهلا، شرفتوا. أي طاولة؟ أهلا وسهلا بالجميع. ليلي أي طاولة؟ أعزف لي لعلك. يلا اللي ورا هدي ليك. يلا عادي يا أمي، خود هي لشوف. يلا بسرعة بسرعة. لمين هي؟ على الأغلب لعند عمك سالم. يلا 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 لشوف، رح أموت من الجوع. يلا أريج، أنت أكتر واحد جعتي؟ جوعان. يلا جاي. يلا عدو يلا. ليك روح شوف إذا في حدا ناقصه أي شيء أو لازمه أي شيء قبل ما نعود. ماشي. وجيب معك البنات، لا تتأخروا. يلا روحي وتركينا لحالنا بقى. يلا 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 يلا. أنا رح جن، ما عم بقدر أتحمل إني جنبك وما عم بقدر ألمسك. لك تعال. يسلموا يا بنتي، يسلموا. لك علاء ليكو قدامنا، إذا عملت شي هلأ بيجي بيضربك. هو ما بدي انضرب، بس كرمالك بدي، يعني بتستاهلي بالآخر. أنت عملتي الفطاير؟ ليش ليكونوا ما كتير عجبوا؟ مو هيك، شميت ريحة إيديكي. إذا بتحبني ما بتحكي هذا الحكي قدام أمك. إيه؟ يلا تعالوا بسرعة فراشة. يلا 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 يلا. وين عودي؟ عودي؟ اتصلت فيه ما وصلت له. أنتوا شفتوه؟ لا ما شفناه. لا تشغلوا بالكم، الغايب عذروا معه. وين بيكون يا ترى بهيك وقت؟ يا ريتو كان موجود معنا. وميسون مرت عمي قالت هالأجواء للشباب ما عادت إلها، خلاص راحت عليها. يا الله منها. يلا مدوا إيديكم مثل ما بدك، بس تكون حلوة. إيه؟ شكرا. هاي مو كانت لألي؟ إلك إلك. مرحبا.
برافو. يلا أنسي أريج شوفي يلا أنسي أريج صار دورك هلا يلا أمي برافو 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 يا أريج رجعت مغنيتنا المحبوبة برافو وهي الكرسي شكرا فضلي. احنا حبيناك كتير واشتقنا لصوتك الحلو يا أريج يلا زافة 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 karanlık çökünce sokağınıza köşede ben varım unutamazsın karanlık çökünce sokağınıza köşede ben varım unutamazsın o mutlu günler hep gelir aklına Sen beni ömrünce unutamazsın Sen beni ömrünce unutamazsın Mektupları yırtıp attın diyelim Resimleri bir bir yaktın سنة جديدة يا بنت مثل ما بتبلش بتخلص آه ادب adını her anışımda bir kerem misali her yanışımda Ah edip adını her anışımda bir kerem misali her yanışımda bir hayal Mektupları bir bir yaktın diyelim Resimleri yırtıp attın diyelim Bir mazi var onu nasıl silelim Sen beni ömrünce Mektupları yırtıp attın diyelim Resimleri bir bir
أخي شو عم يصير ولا؟ نسرين يا أخي هربت مع الزلمة على كوس. شو قلت؟ الرئيس عدي هربون يا أخي. روح حاسب كل مين له علاقة. الكل. حاضر. ال 2016 أخذت مني كل شيء، بس أهم شيء عطتني إياكي أنت. سنة سعيدة. سنة سعيدة. وأنا نفس الشيء كمان. سنة سعيدة حبيبتي. شو هالحياة هاي؟ بتمنى أفهمها. كبرنا شي؟ ما بعرف، برأيك كبرنا؟ نحن منضل شباب. لسه عم فكر وما كنت أعرف شو رح تكون مشاريع الجديدة، بس بكفي إنك جنبي. أنا جنبك على طول. وعد؟ ومو أي وعد. تفضل يا كابتن روز. تعال تعال. ألين. علاء. تعال تعال. تعالي تعال. خلص مو مشكلة. تعال. ما خطر لي إني رح أعانقك. أنت أخي. أخي تعال. كل عام وانت بخير. سنة سعيدة. حبايب قلبي انت. تسلمي. أحلى حفلة بحضرها بحياتي. كل شي كان حلو. يسلموا إيديكم. كل عام وانت بخير. تصبحي على خير. كل عام وانت بخير. بتشرفونا إمتى ما بدكم. أهلا وسهلا. شكرا شكرا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. سنة سعيدة. سنة سعيدة. سنة سعيدة. لا تخلوا بالنا ينشغل عليكم. كل شيء كان كتير حلو. يسلموا ايديكم. وشكرا لك. شكرا كله بفضلك. اوه يا اهلين. سنة سعيدة حبيبي فادي. سنة سعيدة. سنة سعيدة. في شيء دوري على طريق الجبل يا ترى؟ شايفة ليكي مطول لي شعراته وعامل لي حاله مثل نجوم الروك. يلا يلا سنة سعيدة. قولوا لعودي خليه يرجع يمرق لعندي. ماشي سلام. ماشي ما شاء الله. انتبه. صار عمره فوق الخمسين ولساته ما شاء الله شب. انبسطنا اليوم. ايه انبسطنا مزبوط. دقيقة نسيت شي. شوفي معقول انسى الهدية؟
يعني بصير هيك أنا ما اشتريت شي. رح تشتري لي هدية كمان؟ يا الله. ستي الله يرحمها قالت لما بتتجوزوا لازم تنحط بودرة الخدود وتلبسوا الخواتم وإلا بيتأخر الوقت. وبودرة الخدود بتلبق بعد ما صرت بهالعمر؟ بودرة الخدود مالها حلوة، انتي حلوة. على طول كان بدي أسأل بس بنسى. خبرتي شي لما رحتي من هون قبل 20 سنة تقريباً شو كان ببطنك؟